ننطر ما نجينا اتيت اليوم من محافظة المثنى للوقوف مع زملائي من ملاكات ذوي المهن الصحية والتمريضية في بغداد. أنا عضو لجنة وزارية تم تشكيلها لغرض الوقوف ومتابعة حقوق ذوي المهن الصحية والتمريضية في الوزارة في وزارة الصحة. خلال وجودنا في الوزارة ومتابعة مطالب ذوي المهن الصحية تم تقليصها وتحديدها وترويج هذه المطالب على شكل ملفات، ولكن لا زالت هذه المطالب قيد التنفيذ. لذلك اليوم وقفت ملاكات ذوي المهن الصحية في التمريضية في بغداد تطالب بتنفيذ هذه المطالب طالما مرت عليها سنين طويلة ولم تحقق. أغلب هذه وأبرزها هذه المطالب هو رفع التسكين عن ذوي المهن الصحية والتمريضية ورفع مستوى الخطورة ومساواتهم بالملاكات الطبية. أيضا لدينا مطالب كثيرة، ولكن أبرز مطالبنا هذه هاتين المطلبين. السلام عليكم. احنا اليوم الوقفة مع الكادر الطبي المطالبة بحقوقهم. أبرز هاي الحقوق هي احتساب الشهادة الأعلى، لانه اكو يعني منتسبين شهادتهم اعلى من الشهاده اللي متعينين عليها، بس اللي ضمن المجال الطبي يعني اللي ضمن مجاله انه مدى يحتسب لهم الشهاده الاعلى. نطالب بالخطوره مالتنا 50% بغيار بقيه الكوادر اللي هم الاطباء والصيادله اللي هم 100%، واحنا نفس المكان نداوم ونتعرض لنفس الخطوره، بس هم خطورتهم 100% احنا 50%، وهذا الشيء يعني مو منصف. هواية حقوق وعدونا بيها من سنة 2013 ونزل بيها قرار بس ما تنفذت. والله هواية وعود جتي بس ما تتنفذ. اي هواية وعود، هواية تطلع مظاهرات بابل وذيقار وهواية وقفات، انطوهم وعود قالوا راح يسوون 80% وهمنا ماكو، ما شفنا اي. وضافة للمطالب إلغاء التسكين، أكو مرحلة مع التسكين للرواتب. الملاكات التمريضية والصحية في دائرة مدينة الطب خرجت هذا اليوم بوقفة احتجاجية، وأيضا داعم المطالب التي قدمت إلى وزارة الصحة ومن قبل وزارة الصحة إلى الوزارات المعنية، حيث أن المطالب تضمنت أولا رفع الخطورة ورفع التسكين. الخطورة المهنية في المادة 13 من قانون 22 سنة 2008 يضمن من حق الوزير إعطاء هذه الخطورة بنسبة 30%، إلا أنه لحد الآن ومنذ سنين عدة قدمت هذه المطالب ولم تنفذ هذه المادة وطبق على الشريحة المظلومة وهي الملاكات التمريضية والصحية، علما أن الملاكات التمريضية والصحية في عموم الوزارة يمثلون ما يقارب 200,000 منتسب، وهؤلاء يمثلون ما يقارب 60% من الملاكات التمريضية والصحية. الملاكات التمريضية والصحية تقدم وتعاني لحد الآن، وهي تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المرضى، وحقيقة هناك بعض الأخوة أصيبوا بأمراض مستعصية جراء هذه الخدمات، والخطورة المهنية هي من صلاحية الوزير، إلا أنه هناك معرقلات من قبل الجهات المعنية عدم إعطائهم التسكين، حيث التسكين لحد الآن الدبلوم يسكن بالدرجة الرابعة والبكالوريوس بالدرجة الثانية، ولكنه لحد الآن لم تتعامل الوزارة والجهات المعنية بجدية تنفيذ هذه المطالب. فنرجو من الأخوة المعنيين أن لا تجر مجار المحافظات التي لحد الآن عندنا 3 محافظات هي قدمت الإضراب من يوم الأحد، اللي هي السماوة وذيقار والمثنى، وهناك سوف تكون تباعا مظاهرات في عدة محافظات ويكون إضراب بشكل تدريجي. فنرجو من الأخوة المعنيين الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب وعدم إجرار الملاكات التمريضية الصحية للإضراب العام في عموم العراق. الإجراءات التي اتخذت قدمت المطالب إلى وزارة الصحة، معالي الوزير قد شكل لجنة مختصة بهذا الأمر. اللجنة أعطت توصياتها من قبل أكثر من أسبوعين ولحد الآن لم يتخذ، طبعا حقيقة هي صار سنين من 2010 2009 2013 لحد آخر مظاهرة 2017، ولحد الآن أي إجراء قانوني تجاه هذه المطالب لم تتخذ. فهناك تصعيد بالأمور القادمة، بالأيام القادمة سيكون هناك تصعيد في كافة المحافظات على المستوى يصل حتى للإضراب العام. فنرجو من الأخوة أخذ بعين الاعتبار ذلك.
كافة محافظات القطر هي اتباعا سوف تكون لها وقفات احتجاجية ومظاهرات، وبذلك وسوف تكون هناك اتباعا أمور تصعيدية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا واقفين هنا وقفة احتجاجية لمطالبة بحقوق التمريضيين. مهنة التمريض هي مهنة إنسانية، وهاي احنا مطالبنا طبعا من سنة 2012 تقريبا، ولحد الآن ما تنفذ منها أي مطلب. زين، منها الخطورة، واحنا أكثر تماس مع المريض بدل عدوى ما عندنا، كذلك رفع التسكين، درجات الوظيفية كذلك يعني ما بها ترفيعات لحد الدرجة الرابعة وتتوقف. طبعا احنا جايين نطالب أبسط حق من حقوقنا اللي هي مخصصاتنا ما تساوي مخصصات باقي الكوادر الطبية المهن الصحية، فاحنا من حقنا أن نطالب بهاي المخصصات بزيادتها، ونطالب بالتسكين لأن احنا من الفئة المظلومة بالكوادر التمريضية والصحية كلها. فأتمنى صوتنا يوصل للمكان الأعلى، واللي عرفنا احنا على اساس انه صار الزياده انه صارت 80%، بس لحد الان كل شيء ماكو. وسمعنا انه وزاره الماليه موقفه هذا القرار وما حاسبت لنا اي زياده او اي شيء، بينما احنا التماسنا بالمريض يعني اكثر الكوادر الصحيه والتمريضيه، اكثر التماس بالمريض هو احنا، واكثر الناس المعرضين للخطوره والامراض المعديه احنا الممرضين. فاتمنى صوتنا يوصل لمكانات عاليه، واتمنى ينفذون طلباتنا. هوايه صار لنا هوايه سنين احنا نطالب بهذا الشيء، يعني باقي المحافظات مثل ما عندكم علم كلها ظهرت بهذا الشيء، هسه احنا اليوم وصلت المظاهره ان البغداد. فاتمنى صوتنا يوصل ويرفعون المخصصات مالتنا والتسكين، ويوفروا لنا يعني طلبات فد حق من حقوقنا هاي اللي رايديها احنا، وهذا الشيء قديم كان موجود. ليش اللغه بهاي الفتره ما اعرف. بغداد حاليا اول مظاهره احنا نسويها هنا، واذا ما سووا شيء احنا راح نبقى نتظاهر لحد ما ناخذ حقوقنا وتوصلنا حقوقنا كامله ان شاء الله. واني للعلم عندي خدمه 10 سنوات ونص، درجتي الوظيفيه اني كلش متدنيه ونازله درجه 8/10، وراتبي الكامل 525 فقط، واني خدمتي 10 سنوات ونص، راح اصير 11 سنه. اكو بس نسبه قليله وترفيعات ماكو، يعني احنا فئه مظلومه مش شلون مكان. 50% احنا مخصصاتنا 50%، اي ماشي على كل الممرضين المخصصات 50%، اي يحسبون حالنا حال غيرنا. هسه مثلا المساعدين المخدرين خطورتهم 100%، مثلا نقول الاطباء خطورتهم 100%، غير الكوادر الصحيه 100%، ليش احنا 50%؟ احنا من حقنا يعني من حقنا يصير 100%، احنا هم سمحوا لنا 80%، بس هذا الشيء هم صار، هم قلنا ما يخالف، بس يعني ليش يعني؟ احنا يعني حقنا حالنا من حال غيرنا. واني مثل ما سبق وقلت لك احنا خطورتنا اكثر لان احنا تقاربنا من المرضى اكثر، والله نتعامل وياهم صحيح بحرص، بس انت يعني مجبور تتعامل وياهم، لان احنا يعني انت جاي تداري مريض وتعالج مريض، يعني مو من حقك انه انت تسحب نفسك او ما تداري هذا المريض او ما تنطي علاج، فاحنا نضطر يعني نتعامل وياهم، بس يعني دبل كلوفز دبل ماسك يعني نتجنب هاي الاشياء، بس انت احنا ننطي مو ما ننطي. يعني اني كنت عمليات اداوم، يعني مره اشتغلنا من مرات مريض عنده ايدز واحنا ما ندري بهذا الشيء، لحد ما صعد للار سي يو وسووا له تحاليل وفحوصات، وهذا المريض استنتج انه هو عنده ايدز. زين اني لا سمح الله لو مشكوكه بالشلفه او مشكوكه بالنيدل، ايش راح يكون يعني؟ ايش راح يكون مصير اذا اني متعامله ويا هذا المريض مثلا او الايدز، وهذا الايدز اخطر شيء احنا نتعامل وياه، عندنا هيبتايتس وعندنا مننجايتس وعندنا اشكال يعني امراض احنا معديه بدنا نتعامل وياها. فاحنا يعني نداعي بحقوقنا، ما رايدين شيء زايد ولا رايدين فضل من عندهم، لا هاي حقوقنا احنا. فاتمنى يوصل صوتنا، واتمنى يعني مطالبنا تتحقق. انه الرحمن الرحيم، اليوم احنا متظاهرين نطالب بحقوقنا، حالنا حالي ملاكات صحيه، اريد نطالب برفع التسكين خطوره 100%، المقاعد الدراسيه حالنا حال اي من الصحه، نطالب برفع الخطوره 100%، احنا اكثر تلامس مع المريض.
احنا قدمنا مطالب يعني قالوا ان شاء الله خير، بس لحد الان ماكو. احنا ردنا نوصل صوتنا لوزير الصحه دكتور علاء ان شاء الله دا يسمعنا. 50% احنا مخصصاتنا، بس احنا اكثر تلامس مع المريض نريد 100%، لان احنا اكثر الناس اللي نتعرض. التخدير ما شاء الله 70%، الاطباء 100%، يس احنا الوحيدين الملاكات التمريضيه 50%. اول شيء نشكر الموجودين اليوم واللي قاموا هاي الدعوه، وان شاء الله يا رب انه يوصل صوتنا للوزير. زين، اول شيء نطالب انه بحقوق التمريضيين، رفع الخطوره بالنسبه لنا، لان احنا نعتبر هسه من احسن الكوادر التمريضيين اللي موجودين اصلا بالمستشفيات عامه. اثنين، رفع التسكين عنا. نطالب انه يعني يوفرون منازل او بيت سكن او حتى لو قطع اراضي، انه يضمنون حقوقنا. يعني بالنسبه لنا احنا معرضين للعدوى 100%، اكثر شيء احنا نتعرض عليه بالنسبه لجماعه التخدير 100% واول ما يتعينون. زين، بس احنا يعني جماعه التمريض لا، يعني 30% اول تعييننا فيبقى يعني دائما مستمر. ثاني شيء تسكين ما عندنا، يعني نطالب برفع التسكين بالنسبه للتمريضيين كافه. هذا اول شيء من واجبنا يعني، ونتقبله حتى لو كان انه مثلا بذاك المرض او كذا، بس احنا نكون على حذر دائما. زين، ومهما يكون هذا واجبنا يعني، حتى لو اجى وشفناه بس نكون على حذر دائما. عندنا واحدة من صديقاتنا خطية صار بيها التهاب كبد فيروسي، طبعا بشرة تذكريها. زين، بس الحمد لله البنية تعالجت، بس يعني ماكو اي اهتمام لها او طالبة بشي او احد يجي عليها، يعني مع الاسف هيك شيء. اي صار يعني عديد من المظاهرات، واي واحد ما سوى من مطالبنا، وانها هي مو مطالب حقوق، بكل البلدان هي موجوده الحقوق، بس احنا الوحيدين بالعراق ما عندنا هاي الحقوق. ماكو اي رد نهائي، ماكو اي رد، ونطالب باحتساب الشهاده الاعلى همين ما يحسبوها. تنشد الخطوره، طالب بحقنا ونريد امتى تنشد الخطوره، عبد محرضه ما نحيد امتى تنشد الخطوره، والعدل واضح بنوره امتى تنشد الخطوره، يا وزاره شلون بينا امتى تنشد الخطوره، يا وزاره شلون بينا امتى تنشد الخطوره، صوتك يا وزاره شلون بينا امتى تنشد الخطوره، يا وزاره شلون بينا امتى تنشد الخطوره، يا وزاره شلون بينا اولا هي وقفه احتجاجيه، هي مطلوبه وهي مشروعه، لان احنا قاعد نطالب بحقوقنا كممرضين، لان الممرض بالمستشفى في حين اذا ما متواجد الطبيب يكون طبيب، اذا ما متواجد الصيدلاني يكون صيدلاني، في حين في بعض الاحيان اذا ما موجود منظفين حتى هم ينظفون ردهاتهم وينظفون العنايه وينظفون ردهات، يعني ما مقصرين. وهذا القصور لازم يصير ايجابي له، ما يكون سلبي عليه. يعني اولا لا اكو قانون للممرض، لا اكو نقابه يخلون اكو نقابه الها، 30% اللي هي من حقنا ما يخلونها، ما يقبلون. الخاص اللي عندنا، الخاص اللي بالمستشفى حتى اخذوا حصص، الوزاره اخذت الحصص من الممرضين، في حين الطبيب حصته ياخذها كامله. فالممرض هو مو كادر وسطي، هو فوق الكادر. يعني لا هو مدروج ضمن الكوادر الطبيه، لا هو مدروج ضمن الكوادر الصحيه، شنو هو؟ ذوي المهن الصحيه البرلمان لحد الان ما يقر القانون مالته، التسكين الوظيفي ما ينرفع، واحنا عندنا زياده ال 30% ما قاعد تنضاف لنا. السبب ليش؟ ما حد يعرف. فانما اما هي قصور بالوزاره او الماليه، بس لازم، بس انه لازم نتحرك على الموضوع. يعني حتى مطلوب من الوزاره التحرك. حتى شؤون التمريض اللي بالوزاره، انا احنا نتعجب انه هي ساكته، ما تتحرك بالموضوع لاغراض اما مستفيده واما غير مستفيده ما نعرف. بس يعني هاي شنو اللي بدنا نسوي غير انه نحتج ونطالب بحقوقنا. تسكين ما نتنازل عن الدين، رفع الخطوره وتسكين. كادر التمريض
التمريضيه والمهن الصحيه بغداد الاداره العامه، طلعنا من اجل تحقيق العدل ونطالب حقنا حقيقه اللي مهمش من قبل الحكومات السابقه. من سنه 2012 اقروا بان ان الاحقيه بامتلاك يعني يخصصون المخصصات مالتنا اللي هي خطوره 50%، بس ما نفذوها. السبب يم الماليه، اكيد تقول ما عندنا تخصيصات ماليه وما عندنا فلوس. مع العلم الكوادر التمريضيه ضحت بهوايه مجالات، طلعت ويا الحشد الشعبي، طلعت ويا قواتنا الامنيه بحربها ويا داعش، استقبلنا المستشفياتنا وفتحناها لاخوتنا العسكريين، خاصه الكوادر التمريضيه اللي بوزاره الصحه 24 ساعه خفر، ما عندنا اجازات، ما عندنا مكافآت مالية سنوية. لذلك احنا طلعنا ناشد رئيس مجلس الوزراء أستاذ عادل عبد المهدي بأن يقفون وقفة جادة مع هاي الشريحة المهمة بالمجتمع. عالميا هاي الشريحة كلش مهمة، الكوادر التمريضية باقي العالم يعني لها صيتها ولها احترامها وإمكانيتها، بس بالعراق مع الأسف احنا هنا مهمشين. فمن خلال قنواتكم وإذاعاتكم الكريمة إن شاء الله نتمنى يوصل صوتنا لرأس مجلس الوزراء، ونتمنى من الله سبحانه التوفيق ويحقق أملنا إن شاء الله ونتحقق المطالب. احنا نتحدث اليوم عن هاي الوقفة الاحتجاجية، هذه طبعا مو أول مرة احنا نسوي هاي الوقفة الاحتجاجية، عدة مرات. اليوم بدأت الأحداث تتطور لأنه ماكو تنفيذ للوعود بخصوص المطالب. المطالب هي طبعا عدة مطالب، من ضمنها رفع زيادة الخطورة ورفع التسكين وأيضا توسيع المقاعد الدراسية والتأمين الصحي. هذا من ضمن المطالب اللي احنا على مدى 8 سنوات نطالب بها، لليوم ماكو أي تنفيذ تلك المطالب، ماكو أي تنفيذ الوعود اللي عهدتنا بها وزارة الصحة، هي الجهة الأولى والأساسية المعنية بالقضية. اليوم هذه الوقفة بكرة ممكن تتحول إلى اعتصام، يعني هذا خطوة تصعيدية وللضغط على وزارة الصحة من أجل تحقيق المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. ممر الجامعي محسن حسين. الوقفة الاحتجاجية اليوم اللي وقفوا تشاهدونها هي على المطالب، رفع التسكين مالتنا لازم ينشال، الخطورة مالتنا أسوة بالأطباء، قانون حماية الممرضين احنا طالعين عليها بهاليوم هاي بالوقفة الاحتجاجية حتى تشاهدونا به. والله أهم مطالبنا هي الخطورة أن تصير 100% أسوة بالطبيب، الصيدلي مو أقل من عندنا ولا الطبيب، احنا كنا أخوان، فغير الواحد الجهود مالتنا مثل ما هم عندهم 100% الخطورة، احنا من خطورتنا تصير 100%، ليش 50%؟ ثاني شيء التسكين مالتنا بس وزارة الصحة فقط مسكن، يبقى الممرض للدرجة الرابعة ويوقف، ليش؟ أسوة وزارات البكالوريوس يوصل للأولى، المحاد يوصل للثانية، ليش احنا نوقف بالرابعة؟ الكل يوقفون بالرابعة وبالثالثة. فاحنا هاي الوقفة الاحتجاجية نطالب وزير الصحة، وزير المالية أن ينظرون بالمطالب مالتنا المشروعة. يعني احنا من زمن الوزيرة عديلة ولحد الآن احنا تنطالب بيها، ويوم ويا باكر ماكو أي تغيير. فاحنا اليوم هالطالعين الناصرية طلعت سوت اضراب عام من يوم لحد يبدي، تلحق الديوانية تلحق السماوة، واليوم احنا اهل بغداد هالطالعين هذا التظاهرة السلمية، وان شاء الله نريد تتحقق مطالبنا. ادام بديلة زين، ودائما تماسنا ويا المريض اكثر شيء، يعني احنا قسم البوزيتيف والامراض تعرف انه فيروسات وهيك شيء، فمحتاجين انه هي بس حقوقنا، يعني ما محتاجين غير شيء اللي هي الخطوره، كخطوره انه نساوى مثل الطبيب، انه طبيب 100%، احنا ماكو فرق، لان احنا اكثر تماس ويا المريض كامراض وهيك شيء. انا تقريبا هسه دخلت بالسنه الخامسه، يعني صار ماكو اي شيء، لبس الماسكات والجفوف يعني كوقاية، تغيير الزي أول ما تدخل، يعني مو ملابسنا الشخصية اللي نطلع بها، لا هواية اللي نشكوا خطية، يعني اللي نشكوا بالأوبر بالنيدلات وبها دم اللي هو دم الفيروسات انصابوا، كل شيء ماكو، مجرد انهم مضادات او شيء كل شيء ماكو، لا ضمان صحي ولا شيء، لا تأمين صحي أبد نهائياً.
هذه الوقفة هي سلسلة من ضمن وقفات واحتجاجات ومطالبات لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع، واللي طلباتهم حقيقة مجموعة ظلامات متراكمة متعددة لأسباب تشريعية، قسم منها وقسم حل ممكن يكون من السلطة التنفيذية. تتركز الطلبات كما ترون بالصورة على التسكين وعلى موضوعة مخاطر المهنة. واقع الحال أن مخاطر المهنة أو الخطورة المهنية هي خطورة ناتجة عن المهنة ولصيقة بها، وهذا الضرر يفترض أن يعوض. ماكو ضرر يصيب مهنة وما ممكن تلافيه بدون تعويض، والتعويض بالحقيقة له سند قانوني وهي المادة 13 بالنسبة لصلاحية الوزير من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 المعدل، والذي يستطيع معالي وزير الصحة أن يمنحهم 20% إلى 30% لتلافي مخاطر المهنة. وهذه الأساس القانوني مالته هي ما يتعلق بمخاطر ناتجة عن أعمال المهنة، وليس المخاطر الأمنية الناتجة عن المهنة اللي ممنوحة لهم بموجب المادة بموجب الأمر 30، واللي هي بنسبة 50% كمخاطر مهنية ناتجة عن المهنة. كذلك يعني هناك ممكن تلافي أيضا ممكن العفو صرف 20% الباقية مع 30 برفعها إلى مجلس الوزراء، مجلس الوزراء عنده صلاحية يرفع إلى حد 50% أيضا لتلافي منحهم مخاطر المهنة أو تلافي هذه يعني نفقات هذه الطلبات، وممكن أن تكمل لهم 50% و50% مالتهم اللي هي الخطورة الأمنية الناتجة عن المهنة، وهذا ينتهي المطلب. بدون هذه العملية يعني معناه نحتاج إلى تشريع. فيما يتعلق بالتسكين، التسكين أساسا وجد بخطأ تشريعي للمادة 6 بالنسبة للسلطة التشريعية، وكان المفروض أن تتلافى هذا الخطأ وتنتبه إلى آثاره القانونية. الآثار القانونية تنتهك حق دستوري، واللي هو راح يعني مجافاة المساواة أمام القانون في المركز الاقتصادي والاجتماعي. ما يصير موظفين واحد يوصل لأن هم موصلين عناوين الوظيفية إلى درجة فلانية ولا دور للموظف في هذا الموضوع، وموظف آخر أيضا في الدولة العراقية لا يصل إلى هذا الموضوع وبدون يعني لا يصل إلى الدرجة التي يصل إليها موظف آخر، وهذا يعني عدم المساواة أمام القانون، وهذا غير جائز وغير صحيح ومخالف للدستور ومخالف للحقوق للعهد الدولي للحقوق المدنية المصادق عليه عام 71، ومجافي لأسس العدالة ومبادئ الإنصاف، ولا يمكن قبوله أصلا. ولا أدري يعني كيف تم قبوله، المفروض أن ينتبه لهذا الموضوع على الأقل الرقابة ما قبل التشريع، المفروض ينتبهون على هذا الموضوع وبالذات بالدرجة الرئيسية مجلس الدولة أو مجلس شورى الدولة سابقا ينتبه عليه، الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء تنتبه عليه، القسم القانوني أو الدائرة القانونية في المالية والأقسام التشريعية في كل هذه الدوائر. أنا رجال ما عندي، كانت النجوع وصاحب أيتام، صار هنا خدمت 20 سنة، آخر شيء طردوني وجابوا بنجلاديش، وزوجتي بيها غدة كفيلك الله، بالقوة دبر اللقمة أنا وجهالي، والله لا تقاعد لا وظيفة لا هذا. كنت أداوم على المحرقة، على المحرقة من عيد طردوني والله العظيم، وظلنا لا شغل لا عمل. حقيقة الوقفة كانت يعني نتيجة يعني مطالب مرور السنوات وتراكمات، ظهرت انه الخطورة لا تناسب الواجبات اللي يقوم بها الممرض او الكادر اللي هو اقل من الكادر الاطباء، لذلك يعني الوضع المعيشي والغلاء زادت الضغوطات على الممرض مقابل الواجبات اللي يقدمها المريض. طالبوا تحسين الوضع المعيشي على الأقل لهذا الكادر. حقيقة هي المطالب إذا تريد تشوف هي مطالب مشروعة، لأن الممرض أو الكادر المختبر يكون على قرب أكثر من الطبيب للمريض، فيعني مساواته بالخطورة الأطباء هي يعني مطالبة بحقوقه لا أكثر فقط، يعني ما يطالب أكثر من حق الممرض.
إضافة إلى احتساب الشهادات، وزارة الصحة معروفة هناك صعوبة وعرقلة في احتساب شهادات الأعلى للممرضين، فمن ضمن المطالبات هي احتساب الشهادات المطابقة والمغايرة للكوادر. والمطالب حقيقة هي من زمن ظاهرنا أكثر من مرة أمام وزارة الصحة ووزارة ودائرة صحة بغداد، ولحد الآن ماكو أي استجابات. نأمل بهاي المظاهرة خير وإن شاء الله تتحقق مطالبنا. بعد إن سئمنا الكلام وبتنا على ثقة تامة أن قضيتنا لا تعنيكم وصوتنا غير مسموع عندكم ولستم آبهين بمطالبنا، وبعد إن حاولنا بكل الوسائل المرئية والمسموعة إيصال قضيتنا ومطالبنا إلى أصحاب القرار والمسؤولين التماسا للمساندة والدعم وإيجاد حلول، ولكن أشبعنا وعودا دون فعل ملموس على أرض الواقع يذكر. اليوم يتكاتف أبناء الملاكات الصحية والتمريضية في كافة محافظات الوسط والجنوب ويرفعون صوتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وإنصافهم، فالملاكات الصحية والتمريضية هم قلب القطاع الصحي النابض، فبدون جهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب مع إخوانهم من باقي الاختصاصات لا تسير عجلة المؤسسات الصحية، وجل ما نطلبه هو الإنصاف والعدل. إن جل ما نطلبه هو الإنصاف والعدل بحقنا ورفع الجور والظلم عنا. اليوم نقف وقفة تضامنية، اليوم نقف وقفة تضامنية مع مطالبنا، ونعلن أننا لن يهدأ لنا البال، وسنستمر في الكفاح من أجل نيل حقوقنا، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الوقفة هي تقريبا الثالثة خلال هالخمس سنوات الأخيرة لمطالبنا اللي طالبناها هي رفع المخصصات الخطورة من 50% إلى 100%، تخصيص قطع أراضي للكوادر الصحية والتمريضية، زائد رفع التسكين. هذه أسوة إحنا باقي أقراننا من الأطباء، أو سواء كانوا أطباء تخدير أو مساعدي تخدير اللي يستلمون مخصصات 100%، مع العلم إحنا نعمل بنفس الحقل وبنفس المجال، يعني ما يأخذون 100% إحنا نأخذ 50%، فنسبة لأقراننا وياهم إحنا المفروض مخصصاتنا 100%. هذه تقريبا ثالث تظاهرة قلت لك خلال خمس سنوات الأخيرة اللي طلعنا بيها، وإن شاء الله إحنا هاي الوقفة مالتنا تجدد، وفي حال لم تنفذ هذه المطالب لدينا خطوات تصعيد أقل.